طبعا اسمي عبد الله محمد نقبي، انا من سكان مدينه خورفكان. بدأت مشاريعي، طبعا اول مشروع كان لي في نادي الخليج، كانت صاله بولينج وبليارد وكوفي، بس كان الكوفي يعني بسيط جدا، عباره عن مشروبات. طبعا هو كان تقريبا ثاني كوفي في منطقة خورفكان، كان ما فيها كافيهات. طبعا فكرة الكوفي كانت بعدها جديدة في خورفكان. طبعا أنا كنت بادي في المشروع كان سنة 2011 بدينا في المشروع، بس ما استوانا نصيب فيه طبعا، بس تمت الفكرة في بالي، يعني تمت الفكرة البالي لأسباب معينة، لأني أنا أصلا يعني هوايتي الطبخ، العصائر، الأمور هذه أنا أحب أني أنا أشتغل فيها. فقلت لازم أدور على مكان، لازم نشوف هذه الفكرة مرة ثانية. بلشت مرة ثانية في 2014 يعني بديت بمحل عبارة عن باب واحد، كان يبيع مجرد كاب كيك وثلاث أنواع من العصائر فقط. 2016 أو 2017 ابتديت عاد بالتوسعة. التوسعة عاد حبينا ندخل أشياء جديدة، فكرة الطبخ الإيطالي، فكرة المأكولات الإيطالية، فكرة الأشياء الجديدة اللي دائما طبعا ما نحصلها إلا في دبي، صعبة هنا يعني في بعض المطابخ، يعني خاصة أغلبية المطابخ هنا يعني عندنا العربية. فكرة الإيطالي، فكرة الأشياء اللي هي الطواجن، أنواع البرجر المختلفة، أنواع العصائر أغلبيتها إيطالي. حتى أنا أغلبية المنتجات عندي يعني تقريبا 90% إيطالية. أما بالقسم الثاني اللي هو قسم السويتات والحلويات والكيك، تقريبا من مصر، أغلبية الخامات والمعدات أستوردها من مصر، بس أنواع الشوكولات بشكل عام كلها بعد من إيطاليا، هي عندي من إيطاليا، بس عندي اللي هو اللوتس والنوتيلا من بلجيكا. وطبعا لما بديت في مشروع البسيط الكوفي اللي كان في نادي الخليج كان اسمه ستار كوفي، بعدها عاد طورنا وطلعنا من النادي وكذا، وحصلت بعض الأمور. طبعا مثل ما يقولوا التاجر أو هذا لازم يغامر أو لازم يخاطر عشان تنجح، أو لازم عشان توصل للشيء اللي أنت تباه. ففتحت المشروع الثاني اللي هو الكوفي، كوفي لورين. طبعا حصلت صعوبة لما أعتمد الاسم، لأني في بعض الاشتراطات وبعض الأمور، والكل يسألني يعني شو يعني لورين، ليش سميت لورين. طبعا ها لورين منطقة في فرنسا، منطقة في فرنسا مشهورة بنوع من أنواع الشوكولات والكيك، يعني أغلبية الكافيهات اللي هناك كلها يعني شوكولات. فخطها الاسم من منطقة يعني، وقلت خلنا نسمي لورين. أنا الموقع الكوفي يمكن اللي كانوا مأيديني ثلاثة أو أربعة من ضمن ربعي كلهم، يعني ما حد كان مأيدني على الموقع، بس سبحان الله بعد الاستخارة أنا أموري تيسرت في الموقع نفسه اللي هو كان عبارة عن باب واحد.
السنة الثانية اللي بعدها اضطريت ان اخذ الباب الثاني. من بعد سنة الثانية او الثالثة اضطريت ان اشتري كل المحلات اللي بنفس البناية. طبعا انك تشتري محل طبعا في خلو، في امور، في بعض الصعوبات اللي حصلتها من بعض المحلات عشان تطلع، اني خلاص يعني يعرف ان انت صاحب محل وصاحب مشروع وتبى توسع، فكل واحد يحط السعر اللي هو يباه عشان. فهاي الصعوبة صراحة يعني عانيت منها تقريبا سنة لين لما يعني خضيت المحلات كلها. بعد ما خضيت المحلات جاتني مشكلة اللي هي الأهم والأصعب، وأنا أسميها أخطر مرحلة، اللي هي التصميم والتنفيذ. جدا صعبة خاصة في الوقت اللي احنا فيه. صعبة ليش؟ صعبة انك تطبق ديكور او تصميم ايطالي انت مضطر انك تخليه يعجب الكل او يبهر الكل او لمسة جديدة في مكان مش متوقع ان يبرز فيه هالمكان. غيرت تقريبا 3 مصممين، دفعت وايد لين لما وصلت لمصمم يوصل لأفكاري اللي أنا أباها اللي أنا أبى أنفذها. طبعا كان عندي المصمم محمد ساعدني وايد في هالأمور. صراحة كنا نختار كل قطعة أو كل جزئية تأخذ معانا ما يقارب من أسبوع إلى أسبوعين. اختيار الألوان، اختيار الألوان يعني اعتمدناها خضينا فيها تقريبا يمكن شهر عشان نعتمد الألوان. نوعية الحجر، نوعية الحجر اللي موجود جدا صعبة. لما اشترينا الحجر هذه الشغلة اللي قعدت أدور عليها بعد شهر ان احصل حد يعرف يركب نوعية الحجر، لانه هو عبارة عن 4 ألوان، فمن اللي يعرف ينسق الألوان هذه ويركبها. خلصنا يعني تقريبا من التصميم، خلصنا من هالأمور. الاكسسوارات، الاكسسوارات طبعا ما حد فهمني فيها نهائيا. طبعا انا عندي شيف اسمه باسم، طبعا ما شاء الله عليه عنده لمسات، عنده امور، بعد ساعدني في هالامور. فاضطرينا ان احنا كل يوم ننزل على اماره بحيث ان نجمع يعني اغلبيه اكسسوارات المكان مجمعه من كذا مكان لين لما جمعناها. فالحين خلاص مضطرين احنا نفتح عشان خسائر. فيوم الافتتاح اضطرينا ان احنا نجهز منيو بسيط يعني يتكون من 14 إلى 15 وجبة مع العصائر مع الأمور مع الكوفي. طبعا هذا الكوفي بعد يعني عالم ثاني لين لما نختار الكوفي المناسب أو النوعية المناسبة. فالحمد لله توفقنا فيها. طبعا الواحد من يبتدي يفتح راح تبين بعض العيوب، بعض الصعوبات، بعض الملاحظات اللي هي الملاحظات اللي أنا بالنسبة لي تحسن من المكان. أنا ما أعتبرها انتقاد للمكان، بالعكس أنا استفدت يعني أكثر شيء من الملاحظات. الحين حاليا عندي معمل كيك للأعراس وجميع المناسبات، تقريبا كل شيء متوفر حاليا الحمد لله في لورين. طبعا الكافيهات احنا عندنا من الأنواع الكوفي، عندنا الاسبانيش طبعا هو افضل مشروب تقريبا للناس. عندنا الاسبانيش بالزعفران، عندنا اسبانيش بال يعني بكذا نكهه. عندنا اسبانيش يعني احنا متخصصين تقريبا عندي 5 نكهات. بخصوص الكيك، الكيك عندي جميع الانواع. طبعا الكيك انا عندي
اللي متخصص فيه او اللي مشهور فيه التشيز كيك وكيك النوتيلا، لاني تقريبا شبه انا الوحيد في المنطقه اللي اشتغل كيك النوتيلا والتشيز كيك. اكثر طلب عندي او اللي شبه اني اشتهرت فيها تشيز كيك اللوتس، هي اكثر شغله اشتهرت فيها. وبخصوص الايطالي اللي اشتهرت فيه اكثر وكانت عندي الناس يعني تأيدني عليه وما جاتني اي ملاحظه من لحد الحين، اللي هي كانت الباستا. الباستا طبعا بانواعها. عندي بخصوص العصاير، عندي عصير جدا مشهور، عندي عصير عنون، عندي عصير الميكس بيري. الميكس بيري هذا يتكون من تقريبا ثلاث انواع، وعندي الفريش، عندي لورين، عصير لورين هذا مسمينه على عصير لورين. طبعا هذا فيه تقريبا ما يقارب ست انواع من الفواكه. عندي بعد الجزئيه اللي هي اللي يسمونها الهولنديه، اللي هو الكريب، الوافل، البانكيك، طبعا بانواعه باشكاله. هذا المنيو بشكل مبسط، بس هو فيه الاكثر حاليا في الوقت الحالي اللي انا فيه. يعني المنيو الحمد لله صار اكثر عن قبل، صار الضعف. فالحين الناس صارت الاغلبيه تعرف لورين كافي، اللي هو في خور فكان، اللي هو في منطقة اللؤلؤية مقابل جمعية الشارجة التعاونية. طبعا أتمنى أنكم تجربون لورين كافيه وتعيشوا التجربة وتعطونا رأيكم، وراح يكون شيء جدا يسعدكم وراح تستانسون مجيئكم لورين كافيه.